283 يوما مغبرا مر على البلاد في العام 2008، ليعد ذلك العام في وقتها من أصعب السنوات التي مرت على البلاد. وبينما يتوقع أن يشهد العام الجاري الوضع ذاته، يقول المسؤولون أن سبب هذه الظاهرة المؤذية هو زيادة التصحر. عندنا آفة، وهذه الآفة تحتاج إلى مكافحة، تحتاج إلى جهد وطني. هذا نقطة مهمة، جهد وطني للتصدي لهذه الآفة اللي اسمها التصحر. حجم المشكلة كبير، لكن الإمكانات المتاحة أو المتيسرة قليلة مقارنة بحجم هذه المشكلة. لذا ندعو للآتي: أولا، أن يكون حشد وطني لمكافحة ظاهرة التصحر. ثانيا، أن تكون تخصيصات تتناسب مع حجم هذه المشكلة. نسب الأراضي التي تعاني التصحر أو الملوحة وصلت إلى قرابة 70% من مجموع مساحة البلاد، ما دعا البعض إلى المطالبة بالاعتماد على التطور التكنولوجي في استصلاح الأراضي والقضاء على التصحر بدلا من الحد منه. الآن لا توجد ما يسمى مكافحة التصحر، وإنما يوجد أنه نحن كيف نستطيع أن نحد من التصحر، وكيف نستطيع أن نوقف من التصحر، وكيف نستطيع أن نحول الأراضي المتصحرة إلى أراضي صالحة للزراعة مرة أخرى. هنا لا يمكن اعتماد المفاهيم القديمة في الزراعة، يجب تطوير تقنيات جديدة ومفاهيم زراعية جديدة. المشكلة أيضا من جهة أخرى يحتاج لها وقفة، ويحتاج منا يعني من الآن لعشر سنوات مقبلة أن نفكر بجد وبطرق علمية. كل المعطيات من تشخيص المشكلة عندنا، مواقع مسبب لحالات التصحر والعواصف الغبارية عندنا، كل ما هنالك نحتاج أن تتضافر الجهود حتى نتمكن جميعا من أن ننطلق سوية لحل هذه القضية. وتعود مشكلة ازدياد الأراضي المتصحرة إلى ما يزيد على 20 عاما كان فيها سوء التعامل مع المشكلة السبب في تفاقمها. وبحسب بعض الدراسات، فإن البلاد تفقد كل عام 100,000 دونما من الأراضي الزراعية، لا يستصلح منها سوى 1,000 دونما فقط. أحمد سمير، السومرية.